حقيقة هناك نوع من الازدواجية في التعامل مع هؤلاء الشباب. عندما طلبت المرجعية الدينية العليا في يوم من الأيام أن يذهب الشباب إلى محاربة داعش ومواجهة الإرهاب، كان الشعب عظيما وعريقا وموفقا وكذا، ولكن عندما يخرج الشعب العراقي من أجل المطالبة بأبسط حقوقه ومن أجل الوقوف بوجه الفساد ومن أجل إيقاف عجلة الفساد المستمرة منذ عام 2006 وحتى الآن، يصبح هؤلاء الشباب يصبحون مجموعة من البعثيين ومجموعة من الداعشيين ومجموعة من المؤتمرين بأوامر إسرائيل وأمريكا والإمبريالية العالمية وكل هذه العناوين التي هي جاهزة لاتهامهم في أي زمان ومكان. لذلك هذه الازدواجية اعتاد عليها العراقيون واعتاد عليها الشعب العراقي. الحكومة العراقية أثبتت على مدار الوقت أنها فاشلة في عملية التعامل مع مطالب الشعب الشرعية، وهم الآن لا يملكون حولا ولا قوة في التعامل مع هؤلاء الشباب إلا من خلال الرصاص الحي. لذلك المواطن العراقي الآن لا يطلب من السيد رئيس الوزراء أن يغير خمسة من الوزراء أو يسوي تعديل الوزارة هنا أو مجلس النواب يعقد جلسة أو كذا. الشعب العراقي يطالب برحيل هذه الوجوه التي لم تجلب الخير للعراق منذ عام 2006 و2003 وحتى الآن. ولكن سيد فلاح، يعني بالحديث بطريقة منطقية، إذا ما رحلت هذه الحكومة، أنتم جربتم حظكم بدين بثلاث دورات أو يعني أربع دورات، كيف سيؤول الوضع الأمني في البلاد في ظل انتشار السلاح المنفلت والفصائل المسلحة؟ فقط يخرج للشعب العراقي ويقول نحن الآن وصلنا إلى مرحلة اللا عودة مع الشعب العراقي، ونحن نريد أن نسلم هذا الحكم ونسلم هذه الدولة حتى لا يكون هناك فراغ دستوري ولا فراغ أمني ولا فراغ تشريعي موجود. نريد من هم يمثلوا هذه التظاهرات ومن هم الذين يمثلون الشعب العراقي للجلوس معنا، ونحن سنغادر. هم متمسكون، هم متشبثون، هم كانوا يعيبون على نظام صدام وعلى الأنظمة السابقة على أنها كانت متشبثة بالحكم. هم الآن متشبثون أكثر من الأنظمة الدكتاتورية. مسألة الديمقراطية، ولكن هناك دعوات لهذه كتب سياسية لإقالة هذه الحكومة، آخرها دعوات السيد مقتدى الصدر للاستقالة. المشكلة ليست في موضوعة إقالة الحكومة ولا موضوعة أن يقوم السيد مقتدى الصدر بتقديم مثل هذه المقترحات. نحن لا نريد كل الوجوه هذه، كل هذه الوجوه التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن هي تتحمل مسؤولية الفساد ومسؤولية السرقات ومسؤولية دماء الناس التي أريقت بحروب عبثية وحروب طائفية، هم الذين افتعلوها. نحن لا نريد كل هذه الأسماء، حتى صاحب هذا المقترح الشعب لا يريده، لأنه أيضا هو شارك. ماذا يريد إذن الشعب يعني برأيك؟ لماذا ما هي الخطة المناسبة التي يجب أن تطرح الآن لإقناع المتظاهرين من الصباح حتى المساء يعني بأنه الوضع سيتغير في القريب العاجل؟ من الذي يغير هذا الوضع؟ لا يوجد هناك قوة قادرة على أن تغير هذا الوضع في العراق إلا باستمرار هذه التظاهرات، واستمرار هذه التظاهرات ستعطي مزيدا من الدماء. إذا استمرت هذه الدماء بالإراقة على مجلس الأمن الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لإنقاذ هذا الشعب. وماذا لو لم تتدخل كل هذه المجتمعات التي الدولية لديها مقر في المنطقة الخضراء؟ ألن يدخل العراق في حرب من أجل إنقاذ هذا الشعب الذي لن يستطيع أحد إيقافه، خاصة في ظل توغل الأذرع الإيرانية في مفاصل الدولة وانتشار الفصائل المسلحة بحسب ما يشير المسؤولون؟ لهذا أنا جاوبتش في السؤال الأول وقلت أن الحل هو في مغادرة كل هذه الوجوه. مغادرة هذه الوجوه كاملة يعني مغادرة اليد الإيرانية الموجودة في العراق المتحكمة سيد فلاح في كل ولكن شيء. يعني واضح، ولكن ما أن غادرت ما هو السيناريو؟ يعني ظهر اليوم على سبيل المثال السيد عادل عبد المهدي قدم استقالته وحل مجلس النواب نفسه. إذا لم يغادر هؤلاء الناس لن يكون هناك نوع من التغيير. اسمح لي، فيما لو غادرت كل هذه الشخصيات
اسمح لي على المقاطعة، فيما لو غادرت كل هذه الشخصيات في اليوم الثاني من سيحكم البلاد؟ أنا قلت لك قبل قليل، هم فقط يقرروا المغادرة ولن يقرروا هذا القرار مطلقا. هم هم لا يخرجون إلا بالقوة، إلا تأتي قوة دولية تطردهم وتسحقهم وتعدمهم في ساعة التحرير. هم الآن يتشبثون بذلك لأنهم لا يتشبثون بمصلحة العراق، وهم باقون ليس من أجل العراق. هل تعتقد وليس من بأن أجل القوة الدولية يعني تستطيع السيطرة على الفصائل المسلحة والسلاح المنتشر سيد فلاح؟ هم لن يغادروا إلا بقوة دولية. تمام، الكل يعلم أن الساحة العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن هي ساحة ترتع بها كل مخابرات الدول الأجنبية ومخابرات كل الدول الإقليمية والدولية والأجنبية. كل الدول لديها مخابرات، حتى تفاجأنا أن هناك مخابرات ليبية موجودة في العراق. لذلك الكل يعلم مقرات هذه الميليشيات ومقرات هذه الأحزاب وعناصر القوة والضعف في هذه الدولة. واضح جدا، ليس بالصعب. شكراً على دول عظمى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية وحجم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ليس عليها من الصعب أن تعرف مناطق الضعف ومناطق القوة ومقرات هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. شكرا جزيلا. الشعب العراقي الآن يئن تحت وطأة أحزاب وميليشيات قاتلة ومجرمة تذبح به ليل نهار. لذلك إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لحمايته لن يكون هناك أي منفذ وأي منقذ لهذه الدولة. الكاتب والإعلامي فلاح الفضلي، شكرا جزيلا على حضورك معنا.